مرحبا بكم متابعينا. تدوينة رائعة ينزلها الممثل المعروف نضال السعدي اللي يدعم فيها في فنان الراب ورجل الأعمال كادوري بعد اللي عامله مع بلاد تونس وتبرعوا لعدة مستشفيات تونسية مستحقة لاستوانات غاز وأسرة إنعاش. وقال نضال السعدي إنه كادوري من رجال تونس الحقيقيين اللي ورغم إنه عايش عيشة باهية في أمريكا ومش مستحق حتى حد يعاونه، إلا أنه ما نساش بلاد تونس وقاعد يعاون فيها في الأزمات وما شفنا حتى حد أعمل للشي هذا مع بلاده. وصرح نضال السعدي أنه كادوري متبرع بمعدات طبية قيمتها بآلاف الدولارات وطلبت منه مجهود كبير وبرشا مصروف باش يجيبها لتونس. أبرافو كادوري مع اللي عملته وإن شاء الله برشا ناس تقوم وتعاون بلادها كيف ما عملت انت. هذه كانت رسالة رايحة من نضال السعدي اللي دعم فيها رجل الأعمال كادوري مع اللي قاعد يعمل فيه مع بلاد تونس. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.